زي ما بيقال دايما السيدات اولا، فهبدا طبعا بحضرتك سياده نائبه مرتا. يعني واحنا بنتكلم عن المشهد السياسي واحنا بنتكلم عن الحوار الوطني بشكل عام، احنا المشهد المالوف بالنسبه لنا انه لو في ملف بعينه او قضيه معينه بيتم مناقشتها، بيتم مناقشتها من قبل اصحاب الخبره زي ما احنا متعودين. لكن المشهد الان مختلف، وهو مشاركه ومزج بين اصحاب الخبره وايضا الشباب اللي هم بالمناسبه عندهم خبره ومتواجدين على ارض الواقع بشكل فعال مع الناس في الشارع. فكره مشاركه الشباب كمان في جلسات الحوار الوطني بشكل عام وفي المشهد السياسي في مصر بشكل اكبر، وهنتكلم عن الصوره الاكبر، شايفه اهميه النقطه دي ايه وازاي تثري المشهد السياسي في مصر؟ اولا صباح الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين، بشكر حضرتك جدا على طرح السؤال، ويمكن ده في جوهره مش فكره سؤال، هو في جوهره الجوهر بتاعه فلسفه الحوار الوطني اللي قايمه عليها من البدايه. اذا كان في دعوه من القياده السياسيه ايمانا منها بفكره طرح يعني ايديولوجيات وسياسات مختلفه في كل المواضيع اللي على طاوله الحوار، دي كانت جزء من الفلسفه اللي قايمه عليها الحوار الوطني، وهي الافكار المختلفه. يعني احنا اربعه دلوقتي في الاستوديو، لو اتكلمنا على الموضوع واحد هيبقى عندي اربع اطروحات مختلفه باربع وجهات نظر متباينه، ويمكن ده اللي بيسمن وبيعزز فكره المخرجات في النهايه او التوصيات، لان احنا بنستقي وبنصطفي من كل الاطروحات اللي بتتقدم افضل مقيل والاقرب الى المثاليه والاقرب الى التطبيق الى الواقع. فاذا كان عندي في نماذج مختلفه سياسيه في الاحزاب اللي موجوده، في فكره الشباب، في فكره المتخصصين والخبراء زي ما حضرتك اشرتي، ده هيعمل عندي توليفه متنوعه في ان انا اخرج بتوصيات متباينه الرؤى ومتباينه وجهات النظر، بتكون هي اللي في النهايه اقرب الى التطبيق المثالي على ارض الواقع. علشان كده وجود الشباب، احنا مش بنتكلم على طاقه شبابيه فقط ولا عن تمكين شباب موجود او رحله تمكين مكمله بصوره مثاليه كبيره، لكن احنا بنتكلم على افكار هي الاكثر مستقبلا وهي الاكثر قدره على رؤيه المستقبل بشكل كبير، نظرا لطبيعه الشباب اللي بيقدم اطروحاته ونظرته المستقبليه وكمان قدرته على قرايه الواقع بشكل متابع للثوره التكنولوجيه اللي احنا موجودين فيها وتقاربها وانعكاسها في كل المجالات اللي احنا بنعيشها. وكمان افكارهم قريبه للشباب المصري نفسه، يعني قادر يفهمهم ويستوعبهم ويعرف هم عايزين ايه. ومن هنا كانت موضوعيه الطرح، لانه في النهايه لما جزء من الشباب هو اللي بيطلع جزء من المخرجات فبيطلعها بما يتراءى له من الواقع اللي هو عايش ومتلامس معاه، ففكرة مشاركة الشباب في الحوار الوطني أعتقد أن هي بتمثل العمود الفقري من نجاح الحوار الوطني إنجاز ليا التعبير، لأن هي الأساس اللي بيعبر عن انعكاس المجتمع اللي بيمثل في النهاية عندي 60% من طاقة المجتمع المصري وهو المجتمع الشاب. في النهاية احنا بناخد الأفكار والإطروحات من قلب شبابها، وده جزء من نجاح تطبيقها في المستقبل.